قام السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم مرفوقا بكل من اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء حملي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة بزيارة ميدانية إلى المفارز العسكرية المشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التابعة لكل من الكتيبة الثامنة مشاد خفيفة المتواجدة بفريحة ولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى والكتيبة الرابعة للمشاد الخفيفة المتواجدة بأبكار بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة. خلال هذه الزيارة وقف السيد الفريق على آخر التطورات الميدانية والجهود المبذولة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي لإطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين ومد يد المساعدة للسكان المتضررين والتي سجلت خلالها بكل أسف استشهاد 28 عسكريا وإصابة 14 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة. وبالمناسبة وقف السيد الفريق دقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب الوطني ليخاطب بعدها أفراد هذه الوحدات بكلمة تحفيزية أشاد خلالها بالعمل البطولي لكل العسكريين المشاركين في هذه العملية الإنسانية ونقل إلى الأفراد العسكريين المشاركين في هذه العملية الإنسانية تحياتي وتقديري وتشجيع السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. كما جدد السيد الفريق تعزيه القلبي الخالص إلى زملاء وأهالي وعائلات شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا في سبيل إنقاذ أرواح المواطنين الأبرياء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وحثنا الجميع على مواصلة العمل لأداء هذا الواجب الإنساني النبيل.